ما دخلتش دخلة طبعا. يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. كل سنة وانتم طيبين، وننعي بننعي من قلبنا بالحزن القاسي لكل شهداء، لكل شهداء مصر، ربنا يتولاهم برحمته يا رب ويجعله في يجعلهم في أعلى الجنان. أول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله، نبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم في الأكل الشرقي، أكل شرقي مصري طبيعي 100% لجهاز المناعة. هنعمل فطار وسحور، ينفع فطار 100% وينفع سحور. هنعمل مع حضراتكم العجة المصرية، وهنعمل الطعمية، وهنعمل الفول بكل تركاتها، بنعمل حاجات كتير كتير وتشكيلات. وأول ما نبدأ نقول بسم الله، نبدأ في العجة. معانا 5 بيضات متضاف عليها ربع معلقة من صفار الزعفران، 5 بيضات متضاف عليها ربع معلقة من صفار الزعفران، وشوية من الخضرة، الكزبرة والشبت والبقدونس والنعناع، هنعملها حلوة جدا في الفرن، تطلع مظبوطة و100% بتركة جميلة. شوية من الكزبرة، شوية من التوابل، شوية من الكمون، 3 معالق دقيق، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة على طول اهو. رشة ملح، بصلة صغيرة، ممكن نعملها نقلبها على طول على النار، لكن احنا نعملها ني في ني على طول منها فيها وندخلها الفرن. حطينا البيض، 5 بيضات، وحطينا الخضرة الجميلة، الشبت والبقدونس والنعناع والكزبرة، وضفنا التوابل، وضفنا 3 معالق من الدقيق. بسم الله. 1 عدد من البصل عليها. بسم الله. والفلفل حار او بارد على حسب الرغبة. تدميس الفول، الفول بتاع الفول المدمس عشان يطلع معانا 100% وتمام ومظبوط، 0.5 كيلو من الفول بننقعه حوالي 3 أو 4 ساعات. هنخلص بس ونخش على الفول على طول. بعد ما ننقعه 4 ساعات بنضيف عليه معلقة من العدس، المضرب لو سمحت، نحط سنة. بعد ما حطينا البصل وحطينا الفلفل وحطينا الخضرة، هنضيف ربع معلقة من الكربوناتو ونقلب كويس كله في قلب بعضه. بسم الله. 3 معالق من الدقيق، الخضرة، شبت وبقدونس ونعناع وكزبرة، وربع معلقة من الكربوناتو مع الملح مع التوابل كلها، كله في قلب بعضه. ادي الكرتة يا محمد. هنجيب صينية الفرن، ندهنها زيت. بسم الله. شوية صغيرين من الزيت، حاجة بسيطة اهو، تركيبات بسيطة شرقية، شرقي بيبقى تدي طعم وتركة جميلة جدا. أول حاجة اهو بالخضرة الجميلة والجزر والبصل والفلفل، وربع معلقة من صفار الزعفران، وندخلها الفرن درجة حرارة 180 حوالي 10 دقايق بالظبط أو ربع ساعة. بعد كده نخش يا محمد بعد إذنك على البطاطس. هنعمل بطاطس مقرمشة وكويسة إن شاء الله بإذن الله تعجبكم 100%. هننقعها حوالي 10 دقايق بالظبط بعد ما قطعناها صوابع زي ما احنا شايفين أهو. بننقعها 10 دقايق، هنعمل لها تركة حلوة جدا مع سنة ملح صغيرة ومعلقة من الخل. هنقليها على مرحلتين. بسم الله. نقعناها 10 دقايق. البطاطس بيكون واخده اللون الاحمر، البطاطس ذات نفسها اسمها بطاطس دايمونتا للقلي، عشان تطلع مقرمشه مع حضراتكم هنعملها ونطلعها على طول. في زيت بعد ما غسلناها 3 مرات ونعناها في المية بتاعتها، يكون بدأ زي نفس التكرار،
نخش بقى على الفول بتاعنا على طول الجميل. عملناه الفول بتاعنا نقعناه حوالي من 3 لـ 4 ساعات، من 3 لـ 4 ساعات. بعد كده ضفنا عليه معلقه من العدس ومعلقه من الفول المدشوش اللي هي الفول اللي انصاص من غير قشر خالص. التلت بتاخد معانا في القدر اول حله تلت، بعد كده التلتين بياخدوا ميه وعلى نار هاديه في اول 5 دقايق نار عاليه، بعد كده بنغلي. خلاص يا محمد بعد اذنك. هنعمل فول بالطحينه وفول بالطماطم، تركيبات بقى بطريقه جميله مصريه 100%، اكل شعبي مع البتنجان المخلل مع المخللات. بسم الله، زي ما احنا شايفون الفول اهوت واخد ربع معلقه بالظبط من صفار الزعفران لون تاني برضه. التدميس بتاعه بيقعد حوالي 2 أو 3 ساعات على اول 5 دقايق على نار عاليه، بعد كده بنهد النار خالص. بسم الله، عملنا العجه بالبصل والخضره والخمس بيضات وثلاث معالق من الدقيق. بعد كده دخلنا على البطاطس، عملناها نقعناها حوالي 10 دقايق في الميه وغسلناها 3 مرات، ضيعنا النشا اللي فيها خالص خالص. هنحط في الفول الطحينه، هنعمله فول بالطحينه اهي، وزيت الزيتون والملح والكمون، ونضرب في الخلاط. طلع احلى طبق فول. ونخش على الطبق التاني اللي هو بالطماطم. تركات سريعه وبسيطه وسهله، ما بتاخدش مع حضراتكم وقت كتير، لكن فنها وجمالها في الفطار بيبقى جميل. اضرب. بسم الله، نقطع فلفل وطماطم، نعمل فول بالطماطم، وهنعمل مع حضراتكم الطعميه بكل تركاتها الجميله. معلقه من الزيت، كلها امكانيات بسيطه جدا جدا بس بتعمل احلى سفره. وبالنسبه للناس اللي تعشق الحاجات الشرقي، الاكل الشرقي الجميل، اكل مصري 100%، بيتعمل بالحمص، يتعمل بس. يا محمد تسلم ايدك بس، الله ينور. هات هات، اطلع على طول يا باشا، هات الفول. معلقتين من الزيت تاني على طول في الطاسه بتاعتنا، وننزل بالجمال والدلع. قال يا محمد الفول وطلع البطاطس، وادي الفول بالطحينه. بعد ما طلعنا عم حطينا عليه الكمون وحطينا عليه معلقتين من الطحينه، نحط عليه خيار ماشي، نحط عليه فلفل ماشي، زي ما انتوا عايزين. نجرنش ونشكل طبقنا الاول. طلع البطاطس يا محمد بعد اذنك. هنطلع البطاطس على مرحلتين عشان تطلع معانا مقرمشه والطعم بيبقى جميل. كله اكل شرقي اقتصادي 100%، وعلى الفطار على الجمال والدلع في الحاجات الجميله. بسم الله، الطبق الاول. طلعنا البطاطس بعد ما قليناها حوالي حاجه بسيطه خالص، يعني خدت معانا 2 دقيقة، هنطلعها وبعد كده نديها وش تاني بعد ما ننزل بالفلفل. طلع يا محمد، الله ينور. وادي الفول بالطماطم، معلقتين من الزيت، حطينا الفلفل وحطينا الطماطم، كلها تركات بسيطه وحاجات بسيطه. طلع، تسلم ايدك. صف يا باشا وانزل بالفلفل، لازم الفلفل نتقبه قبل ما نطلعه عشان ما يضربش معانا في الزيت. تمام، بعد كده على الفول بتاعنا تاني، نحط نضيف على الطماطم والفلفل. شفت الجمال يا باشا؟ الجمال اهو، الدلع اهو. الفول طالع
كهرمان حاجه جميله، بعد ما يتنقع حوالي من 3 ل 4 ساعات، بعد كده بضيف عليه المعلقه من العدس ومعلقه من الفول المدشوش، وبنزل عليه بالميه التلت والتلتين، لازم يكون التلت فول والتلتين يكونوا ميه. بعد كده بضيف ربع معلقه من صفار الزعفران، وبرده في الخلاط بعد ما ضفت الطماطم والفلفل، عايزين تضيفوا بصل مفيش اي مشاكل، نضيف خدت هاتها ارفع. وادي الاجه بتاعتنا التانيه طلعت بالخضره الجميله، كلها خضره في خضره، كلها جمال. الله ينور. طلع يا باشا، طلع يا باشا، تسلم ايدك، تسلم، الله ينور. الشكل الجميل والريحه، الطعم بقى واللذاذه، مفيش بعد كده. ايوه، وادي الطبق التاني، ايه العجه بتاعتنا. وادي طبق الفول، اضرب يا محمد بعد اذنك، اضرب تاني. هنطلع الفلفل وننزل نعمل البيض بتاعنا، بيض العيون. في طاسة لحد ما الفلفل بتاعنا يستوي، حاجات بسيطة خالص وسهلة، بتركات بسيطة، بنعمل أحلى سفرة اقتصادية 100%، لكن الطعم بتاعها بيكون طعم حكاية. أحلى مطاعم من مطعم الفول والطعمية في الصحة والجمال، جايبينها لحضراتكم علشان يكون عملنا كل الأكلات معاكم، مستمرين في كل حاجة، في الشعبي وفي المشاوي وفي مخبوزات وفي كل حاجة معاكم. هات يا باشا، تسلم ايدك. عايز طبق تاني، طبق الغويط العريض. وادي الفول تاني بالطماطم بالفلفل. هننزل بالبطاطس تاني، المرحلة التانية بتاعتها ايه، هتطلع مقرمشة والطعم بتاعها جميل. بعد ما قعدناها حوالي 5 دقايق او دقيقتين بالظبط، تطلع بسم الله على الفول والجمال يا معلم. احلى عربيات الفول اهو، واحلى المطاعم. وشويه شويه الخضره، بسم الله، نشكل حبايه من الطماطم، شويه من الكمون، حبايه من الطماطم نقطعها طرنشات عليها، بسم الله. شكل الطبق بتاعنا الجميل، وشويه من زيت الزيتون، حاجات بسيطه وسهله ومش مكلفه، في البيت بنعملها. الطبق الثالث جاهز، وشويه من زيت الزيتون عليها، بسم الله. بعد كده نخش على بيض العيون، هنعمله بتركه حلوه جدا، شويه من الزيت، زيت الزيتون حاجه بسيطه خالص. بعد كده بضيف واحد عدد من الطماطم، حبايه من الطماطم، وشويه من الخضره عليها، بسم الله. والجزر والخضره الجميله، في كل اكلاتنا خضره خضره، جهاز المناعه كده معانا هيبقى تمام 100%، مفيش اي حجه ليه. الف هنا وشفا للي ياكل. والفلفل، تركيبات تركيبات واشكال من حاجات بسيطه وسهله هتعجبكم تمام. بصله صغيره،
مع الخضرة الجميلة. حطينا الخضرة وحطينا الطماطم، حطينا الفلفل زي ما هي، رشة ملح بسيطة، شوية من الكزبرة، شوية من الكمون، بسيط. أقلب زي ما هي. بعد كده أجيب البيض أبدأ أكسر على الخضرة. بسم الله، تركة بسيطة. الناس اللي ما بتحبش البيض العيون يكون ني، هنخليه مستوي سوى كامل بإذن الله بطريقة جميلة جدا وسهلة. بسم الله، بعد كده سنة من الملح بسيط خفيفة، شوية من التوابل عليه، وأغطي البيض العيون 5 دقايق بالظبط. تمام، بعد كده البطاطس بتاعتنا تطلع. عشان نعمل الطعمية بتاعتنا الجميلة، هات الخلاط، عايز الخلاط، اشطف الخلاط وقت. ايوه. بعد كده بعد ما خلصنا الفول وخلصنا العجة بتاعتنا هنخش على الطعمية. الطعمية بننقع برضو الفول المدشوش، الفول المدشوش اللي هو خالي من القشر خالص، بننقعه 3 ساعات. بعد كده في الكبة بتاعتنا بنضيف الخضرة، الكزبرة والشبت والكرات، لو مفيش كرات يبقى البصل الأخضر مع بصلاية مع 3 فصوص من الثوم وشوية الكزبرة. بعد كده لو حضرتك عايزه تخزنيها بتخزنيها في بتخزنيها في التلاجة في الاكياس على حسب الاحتياج او على حسب الاختيار، مفيش اي مشاكل. هنعملها مع حضراتكم على طول. خلصنا البطاطس، عندك كام؟ هنعمل بقى البتنجان التاني بالخلطه الجميله، حوالي نص كيلو على حسب عدد افراد الاسره، نص كيلو من البتنجان عملناه وقلناه في الزيت. هنبدا نعمل له خلطه جميله، هي عباره عن 5 فصوص من الثوم والفلفل الاحمر براحتك خالص. الفلفل الاحمر نخلل تخليله جميله على الهواء مباشر قدام حضراتكم، اكل شرقي كامل. حاضر. مش الفلفل مش حراق على فكره. عينين عم وليد، شكرا للمخرج الجميل بتاعنا وشكرا للاستاف كله كامل للصحه والجمال، المخرج الجميل الاستاذ وليد عماره. بكررها يا استاذ وليد. ها، هننزل بالفلفل وننزل بالثوم، والاستاذ عبد السلام شكرا للاستاف كامل، وننزل بواحد عدد من البصل، بصله والفلفل والخل مع الليمون. بسم الله، ونضرب في الخلاط مع شوية فلفل أخضر بسيط وشوية من البابريكا وسنة صغيرة من ملح الليمون، بيدي طعم ومزازة جامدة، طعمه لذيذ. حطينا البابريكا، حطينا البصلة، حطينا 5 فصوص من الثوم، حطينا الفلفل الأحمر، ونضرب في الخلاط عشان نطلع احلى طبق مخلل عشان نقلب الطعميه بتاعتنا على طول بعد ما البطاطس تطلع. هات النبي يا سيدنا اللبلوب اشتغل، وادي البيض الجميل اهو خلاص هيطلع معانا التاني مع الفول الجميل اللي باقي اهو، دمسناه. وادي الطعميه هنتبلها بشويه من الكزبره، وطبعا انا حاطط ملح فيها، شوية من الكمون، وهدرب معايا التدريب كامل مع القلاية. تطلع بس البطاطس، بس الله ينور. انزل بالملح، وادي الخلطه الجميله بتاع البتنجان اهو،
بالريحه بتاعتها، بالليمون والخل والكمون، ادي الكمون تاني عليها شويه وشويه من الملح، التوابل عشان نجهز احلى طبق بتنجان شرقي كامل. ونجيب الطبق بتاعنا، شويه خضره من تحت كله بالخضره، جميله جميله، اشكال حلوه تعمل معانا بهجه على السفره بتاعتنا، حتى لو كانت تركاتنا بسيطه او اكلنا بسيط، لكن المنظر بتاعه او الشكل بتاعه يوحي ان هو فول فول، مش حاجه اكتر من كده. صح يا ام وليد؟ وادي البتنجان المخلل يا ام وليد، تسلم يا خالي، الله يخليك. تمام زي الفل. طلع طلع ايه، خلاص اهو، خلاص نزلها تحت. بعد كده هات لي منها بعد اذنك البتنجان الجميل بعد ما عملناه في الزيت، ما بخدش توقيت، حاجه بسيطه خالص، مع المخلل البصل والفلفل والخيار والجزر. هذه المخللات، الاشكالات والجمالات. قلبنا البطاطس يا ابو حميد عشان نخش على الطعميه. مناديل، شوية أشكال، حاجات بسيطة، ربطتين بقدونس مع ربطتين شبت مع ربطة خس، ونطلع بتريك الطماطم، نكسر الحاجة البسيطة، طماطم يدي اللون الجميل. وادي البتنجان يا باشا، عايز الأكيل كل ما يقعد كل ما يحلو الطعم بتاعه ويكون الطعم جميل 100%. وادي العجه بتاعت البيض بتاعنا العيون، الجمال والدلع والريحه الجميله، والبطاطس مش عايز تستوي، وادي الطعميه الثانيه. هنوضب السفره بتاعتنا ونظبطها ونرجع مع حضراتكم تاني، فاصل ونرجع تاني. ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا العجه وعملنا الفول بالطحينه وعملنا الفول بالطماطم وعملنا البيض العيون وحشينا البتنجان، عملنا تشكيلات كامله ولسه مستمرين معاكم. واهم حاجه في التركات المنظر، السفره لازم يكون منظرها يكون 100 100، والبطاطس معانا بتستوي. امسك يا حمام بعد اذنك. البطاطس طالعه والمنظر طالعه يا عم وليد. يا عم وليد طالعه البطاطس اهي طالعه. عقبال ما نخش على البطاطس ونخش على نطلع البطاطس ونخش على الطعميه على طول عشان تطلع معانا 100%، تعالوا نعمل الحلو بتاعنا عشان الوقت ما يسرقناش. هنعمل كنافه بالكاستر، هات بتاع الكلبزات، هنعمل كنافه بالكاستر، هنعملها بطريقه جميله وممتازه 100%. بولا بعد اذنك يا محمد، بولا فاضيه ماشي، هاتها. هنعمل كنافه بالكاستر عشان نمشي معاها مع التشكيله الحلوه. الكنافه عامه في رمضان مشهوره جدا بكل اصنافها بكل انواعها، بتركات حلوه جدا. شويه شويه بتاعت نص كيلو من الكنافه. استاذ رجب السلام عليكم، نص كيلو من الكنافه. ازيك يا استاذ رجب؟ مرحبا، كل سنه وانتم طيبين يا سيدي، وانت بكمال الصحه والسعاده يا غالي. تسلم ليك، وتحياتي للمحترمه اللي ردت عليا على التليفون. تسلم يا غالي، ربنا يزيدك يا استاذ رجب. اعداد معاك محترم، ربنا يبارك فيك يا باشا، انت احسن، الله يحفظك. تسلم لي. قناه صحه وجمال، قناه بصراحه يعني بصراحه افدنا منها افاده في الصعيد كبيره جدا. الله يبارك لك يا غالي، الله يبارك لك. اهل الصعيد، اهل الناس، الناس الناس الكرم والطيبين كلهم. الله يبارك فيك يا شيخ. يا مرحب بيك، امورنا، عندك اي سؤال؟ وتحياتي معلم معاك والله يا شيخ. تسلم لي يا عم رجب يا اصيل، الله يحفظك يا رب ويزيدك. تسلم لي. شوف احلى حاجه المطبخ بتاعك غير مكلف. تسلم لي، الله، الحمد لله، الحمد لله، دي شهاده بنعتز بيها. احلى حاجه فيكم ان المطبخ بتاعك غير مكلف. تسلم لي يا ريس، الله يبارك لك، الله يبارك لك. وبتعذر الظروف بصراحه والوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا.
تسلم لي شو حاجه بسيطه. النهارده الفول والطعميه والبطاطس دول اهو. شكرا ليك يا عم رجب، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك ويبارك في اهلك كلهم يا رب، كل سنه وانت طيب. شكرا لاتصالك يا فندم، تسلم لي، ربنا يزيدك. استاذ سمر السلام عليكم، شويه مزغريك كمان. الو السلام عليكم، شكرا لاتصالك يا فندم. فين الصينيه الثانيه؟ بعد ما حطينا نص الكنافه ضفنا عليها معلقتين من السكر، نص كوبايه من السمن، وعملناها كويس. لو حضرتك عندك في الثلاجه في الفليزر جاهز على طول، قلب دي جاهز على طول. ايه الو السلام عليكم، مين فندم؟ عليكم السلام. ممكن عندي سؤالين. اتفضل يا فندم، امري سنه صغيره ميه. اول سؤال، انا عاوز اعرف طريقه البيتزا. البيتزا عينينا يا فندم، تحت امرك. وثاني سؤال، اللي عندي الكيكه بتهبط مني. ايه 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 عندك ايه؟ بعمل لها كل حاجه. عندك ايه عندك ايه؟ الكيكه. الكيكه تمام تمام تمام، نقول لك على الطريقه بتاع الكيكه والبيتزا على عينين. اي سؤال تاني؟ حاضر حاضر، عندك اي سؤال تاني؟ حط سنه مزاج. شكرا لاتصالك يا فندم. شات حليب، حط شات. استاذه اقبال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا استاذه اقبال، اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب والله، اخبارك؟ الحمد لله والله، الله يحفظك. تمام، فول وطعميه وبيض وكل تمام التمام اهو. سفرة كاملة، فطار أو سحور، اختاروا زي ما أنتوا عايزين. الحمد لله والله. بس السحور ده بقى انتحاري صراحة، لو حد يتسحر بالحياة دي، فافطروا بيها أحسن. على فكرة أنا فرحانة خالص بيك والله. طيب الحمد لله، أنا هفرحك على طول على طول يا أستاذة إقبال، ونعمل فول على طول ما دام ما دام الحاجة دي بتفرح. تسلمين يا غالي، عندك أي سؤال؟ أنا سألتك ما جاوبتش عليك. معلش معلش، قولي لي المرة دي وأنا هجاوبك على طول والله، معلش المرة دي. تخزين البطاطس والبسبوسة والجلاش. عينينا، تخزين البطاطس، أنت عايزة تخزن البطاطس في الفليزر؟ ايوه. على عينينا يا باشا، على عينينا على عينينا، هنجاوب على طول حالا على طول على طول. البيتزا نص كيلو، نص كيلو كنافه، هنعمل الطبقه الاولى، بعد كده معايا نص كيلو من الحليب، هنضيف عليه ثلاث معالق من الكاستر، لو عايزين تضيفوا مهلبيه بس مفيش اي مشاكل، ثلاث معالق من الكاستر متضاف على نص كيلو من الحليب، ونقلب على طول باستمرار لحد ما احصل على الدرجه المناسبه، قوام يكون تقيل زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بعمل طبقة من الكنافة وأصب عليها الكاستر، بسم الله. الشربات بتاعها والسيرب بتاعها، ثلاث كوبايات من السكر، كوبايتين من المية، واحد عصير من الليمون، لو حضرتك عندك عسل جلوكوز مفيش أي مشاكل ضيفي عليه معلقة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحب مرحب يا ست الكل. الله ينور عليك يا حبيبي. الله يحفظك يا ست الكل، تسلم تسلم، الله يبارك لك. جميله جميله قوي. الله يحفظك، تسلم يا ست الكل، انت احلى. كل سنه وانت طيبه. جميلة. كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه، عندك اي سؤال؟ يزيح الغم عن الام يا رب. اللهم امين يا ست الكل، يا رب يسمع منك يا رب ويحفظك ويحفظ لك اهلك. سلمك سلمك. تسلم يا ست. الله ينور عليك. تسلم يا ست الكل، تسلم، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. عندك اي سؤال؟ سؤال جميل والله، الحاجة جميلة والله. جميل. انت اجمل يا عم، انت اجمل بكتير والله. والله كل حاجة جميلة بتعملها والله. تسلميلي تسلميلي، خليك زي ما شكرا لاتصالك. استاذ شعبان السلام عليكم. السلام استاذ عليكم. شعبان السلام عليكم، افتح يا محمود. الو استاذ شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ ماجد؟ الله يحفظك يا استاذ شعبان، كل سنة وانت طيب يا ريس. حضرتك طيب. وانت بحضرتك كمان، حضرتك صح، الله يحفظك، تسلم لي. بسم الله ما شاء الله، الأكلات اللي حضرتك عاملها دي جميلة جدا. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك يعني يا رب، مش هتزيد. على قد الإيد كده وجميلة بصراحة. ربنا يحفظك يا استاذ شعبان، كله من ذوقك والله، كله من ذوقك. كل عام وحضرتك طيب. وانت بكمال الصحة والعافية يا رب، ربنا يزيدك. عندك أي سؤال يا غالي؟ كنت سألت حضرتك بالنسبة قبل كده لكفتة الحاتي. تمام. كفتة الحاتي كيلو. كيلو من اللحمة متضاف عليه 100 جرام من الدهن، والأفضل يكون دهن ضاني. معايا بصلة، فصين من الثوم، 2 عدد من الفلفل، الخضرة اختياري، بيتفرموا يتفرموا في المفرمة أو في الكبة، بعد كده حضرتك بتحطهم في التلاجة 10 دقايق وتسيخ بقى على الشواية ماشي، على الفرن ماشي، زي ما أنت عايز، عمرها ما تفك منك أبدا، أهم حاجة 100 جرام. حضرتك شكرا لاتصالك يا فندم، متشكرين لاتصالك يا فندم. والكنافة، مقادير الكنافة قدام حضراتكم على طول على الشاشة. بعد ما طلعت على طول، عاملين طبعا النموذج بتاعها، الكنافة بتاعتنا الجميلة. ألو السلام عليكم. أستاذة ندى السلام عليكم. بجد مش على الصفة الجميلة اللي أنت عاملها لنا دي. الله يحفظك الله يحفظك يا أستاذة ندى، كل سنة وأنت طيبة. هات الشربات. وأنت طيب يا شيخ. كل سنة وأنت طيبة، بتنجان وفول وعجة وبيض واللي انت عايزاه كله تمام اهو.
كان عندي سؤال. اتفضلي. كنت عايزه طريقه الكيك بالشوكولاته، بس عايزك تقولها لي دلوقتي. مقادير الشربات عايزه تقول ايه؟ الكيكه بالشوكولاته. تمام، الكيكه احنا هنجاوب على الكيكه على طول حالا. ثلاث بيضات، كوبايه ونص من السكر، كوبايه من الحليب، لو حضرتك عايزه تحط برتقان حط نص كوبايه، مفيش اي مشاكل، لو بشر برتقان هنحط الثلاث بيضات ونحط ونص كوبايه من الزيت والسمن. الاول هنضيف السكر مع البيض، هيتضرب في الخلاط او على المضرب مده دقيقه بالظبط. بعد كده بضيف الحليب، كوبايه الحليب، بعد كده بضيف الدقيق مع ثلاث كوبايات من الدقيق مع البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم عشان ترتفع معانا الكربوناتو مع البيكنج باودر، ولازم يكون البيكنج باودر او الدقيق بتاعي يكون متعدد الاستخدام عشان يطلع معاكم مظبوط 100%. بعد كده بعد ما بضيف البيض والسكر وبضيف الحليب واضرب 3 دقائق في الخلاط، بعدين بضيف الدقيق اللي هي الثلاث كوبايات من الدقيق، واضيف البيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم، اخر حاجه بضيفها الزيت. لو حضرتك عايزه تحط تعمليها بالشوكولاته بتعيني كوبايتين من الدقيق وتحط كوبايتين معلقتين من بتعيني معلقتين معلش عشان السم اصلا بنشيل معلقتين من الدقيق ونضيف معلقتين من الكاكاو الخام وندخلها في الفرن لدرجه حراره 180 او لو مفيش درجه حراره في نص الفرن لمده نص ساعه بالظبط، نص ساعه. بعد كده بيبقى الف هنا وشفا. البيتزا كوبايه من الحليب، كوبايه من الحليب دافيه متضاف عليها معلقه من السكر، معلقه من الخميره، معلقتين من الزيت، رشه ملح، بقلب كويس كوبايه الحليب مع مع معلقه السكر، معلقه الخميره، رشه الملح. ام احمد سلام عليكم. مع رشه الملح وبعدين بضيف الدقيق واعجنها كويس، لازم اخدمها كويس جدا. عايز اضيف عليها حبه البركه او اضيف عليها اي توابل ريحه كويسه، مفيش اي مشاكل. نخدم العجينه ونسيبها 10 دقائق بالظبط تختمر، تتضاعف الحجم بتاعها. بعد كده بقطعها وافردها في الصينيه بتاعتي واضيف عليها الحشو اللي انا عايزه الف هنا وشفا. الجلاش هنعمله ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، ان شاء الله باذن الله هيكون معانا الجلاش. طلع يا فندم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، مع حضرتك يا فندم. الو. ايوه ممكن اسال سؤال بس؟ اتفضلي يا باشا، سؤالين ثلاثه. وادي مقادير الفول على الشاشه على طول، مقادير الفول. لو سمحت انا عايز اعرف مقادير الفول. اهو نازله على طول من غير ما تقول، انا سمعتك على طول يا سريع. مقادير الفول على الشاشه على طول يا فندم قدام حضرتك على طول. وادي البطاطس الجميله. ونخش بالطعميه على طول. العجين بتاعنا بعد ما حوالي 3 ساعات بلينا الفول بتاعنا او نقعناه، نقعنا الفول 3 ساعات، بعد كده ضفت عليه الخضره، الكرات والكزبره واتشبت، وواحده عدد من البصل، وثلاث فصوص من الثوم، وكزبره ناشفه. بعد كده بتخزن العجين زي ما انت عايزه حضرتك، ونبدا نقلي السمسم والكزبره معايا تاني، نعمل تركه وريحه بطعم جميل. بسم الله الله ينور، هنلحق ان شاء الله. ادي التركه الجميله. ام معاذ السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. يا شيف. ازيك يا ام معاذ، مرحبا. تسلم ايدك على الاكلات الجميله. الله يسلمك يا ام معاذ، تسلم، الله يحفظك. تسلم، اكلاتك كلها سهله وبسيطه. تسلم يا ام معاذ، الله يبارك لك. تسلمي. عملنا القطايف بصراحه كانت جميله. طب الحمد لله، الحمد لله ان في مفعول في القطايف اهو، الحمد لله. بالف هنا وشفا ليكم. الف هنا. الزبادي. ايه؟ الزبادي. الزبادي، الزبادي لبن مختمر، لبن بتسخن اللبن شويه، الحليب كيلو من الحليب بيتضاف عليه كوبايه من الزبادي، الزبادي اللي هي الجاهزه على طول، هو اصلا لبن مختمر. بعد كده نولع الفرن حوالي 5 دقائق ونطفيه وندخله في الطواجن او ندخله في اي حاجه اللي انت حضرتك عايزه تعملي فيها الزبادي. هتقعديه حوالي 10 دقائق بس مش في الفرن، الفرن درجه الحراره يبقى 15 او اقل كمان، يعني حاجه بسيطه خالص عشان يختمر فيها مش اكتر. لو عايزه تضيف عليها مانجا مفيش اي مشاكل، عايزه تضيف عليها اي طعم تاني فراوله مفيش اي مشاكل. ومقادير العجه قدام حضراتكم على الشاشه. هات طبق. ام حسام سلام عليكم. وادي. عليكم السلام. ادي يا ام حسام الجمال يا ام حسام. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الكاستر يا ام حسام اهو، مرحب بيك. امورينا يا ست الكل. الله يخليك، انت عامل ايه يا ابو؟ والله الحمد لله، ربنا يحفظك. تسلمي لي، كل سنه وانت طيب. ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم يا غالي، ربنا يزيدك. الله يخليك. تسلم. الله يخليك.
بقول لك حضرتك انا عايزه كبد الاسكندراني عينينا بس زي بتاعه بره عشان بعملها بيقولوا لي مش زي الجاهزه. لا يا باشا على عينينا نخليلك تعمليها وتاكلوها زي الطبر. عايزه طوميه. عايزه ايه؟ الطوميه. حاضر عينينا يا باشا عينينا تحت امرك. ربنا يديك الصحه تحت يا امرك عينينا عينينا يا فندم. الله يخليك متشكره قوي. الف هنا على عينينا. الكبده الاسكندراني استنى لا مش ما لسه الطعميه مثلا وادي البتاع لسه طالعه طازه خلي بالك من الفل في الفرن الثانيه. واللي عايز يتواصل على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب يتواصل يرفع يا باشا على الجمال كمل قال لي طب الكبده الاسكندراني نجمد الكبده الكبده بنجيبها فريش طازه نحطها في الفريزر خمس دقايق بالظبط او نص ساعه عشان نقدر نتحكم في التقطيع. بعد كده بنقطعها تقطيع عصافير بعد نقطعها شرايح بعد كده بنقطعها تقطيع بالطولي على حسب الحاجه اللي انتوا عايزينها وننزل بفصين الثوم والفلفل مع زيت الزيتون ومعلقه من السمنه مفيش اي مشاكل ونهدي النار لازم النار يبقى هاديه معايا وتنزل بيها بالكبده ونغطيها اهم حاجه يكون النار هاديه عشان تطلع معانا الصوص بتاعها جميل ما تتحرقش من حضرتك ادي الطعميه اهي والتوميه ايه. السلام عليكم ام احمد. مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا يا ام احمد. الو السلام عليكم. الله ينور عليك يا سيدي. وعليك يا ست الكل تسلمي. لا الو السلام عليكم ام احمد معاكي. وبسيطه تسلم هي الحمد لله اكله بسيطه مصريه النهارده مفيش اي حوار مفيش اي كلام تاني يعني الحمد لله. عايزه عندك اي سؤال؟ عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. رومي إيه؟ كان عندي ديك رومي وعايزه اعمله عزومه. عينينا يا باشا اديك الروم اللي هتعمليه عزومه امتى ان شاء الله؟ العزومه بتاع حضرتك امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله. على عينينا يا فندم على عينينا ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله اديك الروم هيكون قدامكم على طول صوت وصوره باذن الله. صح يا ام جمال؟ على عينينا ام احمد على عينينا تحت امرك. اي طلبات تطلبوها اوامر لينا ومقادير التوميه. حاضر يا باشا عينينا. التوميه البطاطس في توميه بطاطس وفي التوميه السوريه اللي هي بالنشا الاثنين بيتعملوا بالمايونيز. التوميه احنا عملناها قبل كده برضو. كفت حتى جبنا لسه. نخلص البتاع اللي طافي اللي طافي. الو السلام عليكم محمد. السلام عليكم. الو السلام عليكم محمد مرحبا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمد مرحب بيك. منور الشاشه. الله يحفظك تمام الله يزيدك. كل سنه وانت طيب. وانت كمان الصحه والسعاده يا رب تسلم. كل الكاست اللي معاك طيب. تسلم الله يحفظكم تسلم الله يزيدك. كل الصفات اللي معاك طيبه. الله يبارك لك يا غالي تسلمي لي تسلمي. عندك إيه اي سؤال؟ ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ تسلم يا غالي ربنا يحفظك يا رب كل من ذوقكم الله. ربنا يسهل لك ويصلح لك حالك. كل من ذوقكم يا باشا تسلم يا غالي ربنا يحفظك كل سنه وانت طيبين. سلم ايدك يا شيخ. تسلم الله يحفظك. عندك اي سؤال؟ كل سنه وانت طيب. تسعد لسه بدري. تسلم وانت كمان الصحه يا غالي. التوميه التوميه ما فيش اسراء. السلام عليكم. طو ازيك؟ عليكم السلام ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم يا باشا امورينا ست الكل مرحبا. طبق تاني للطعميه. حضرتك عايزين مقادير عمل البغاش. البغاشه؟ البغاشه؟ على عينينا يا فندم تحت امرك تحت امرك. بس دلوقتي حالا حالا على طول حالا 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 البغاشه. شكرا لاتصالك يا فندم. كفته الحاتي نجاوب على السؤال. كفته الحاتي كيلو من اللحم متضاف عليه 100 جرام حته صغيره كده من الدهن الضاني لو دهن ضاني بيبقى طعمها 100% تمام متضاف عليها واحد عدد من البصل فصين من الثوم فلفل حار او بارد على حسب الرغبه الخضره اختياري لكن بتدي طعمها وتركك كويسه بنفرمها في المفرمه او في الكبه عند حضرتك وبتقعد حوالي 10 دقائق في الثلاجه قبل ما نسيخها بعد كده بنطلعها نعملها في الفرن ماشي او ندخلها على الشوايه مفيش اي مشاكل. السلام عليكم حمزه. وعليكم السلام وبركاته. عايزه درجه بلح الشام ودرجه البسبوس. عينينا بسبوس احنا جوه. حاضر البسبوس هنجاوب على البسبوس عشان جاي. شكرا لاتصالك يا فندم تحت امرك. طريقه البسبوسه نص كيلو سميط نص كيلو سميط لو مش اكياس جاهزه او معلبات جاهزه بيبقى سميط سايب. السميط السايب بيتاخد عليه ربع كيلو من السكر معلقتين من جوز الهند واقلبهم مع بعضيهم واركنهم على جنب بعد كده كوبايتين من الحليب
ايا كان حليب او زبادي مفيش اي مشاكل. انا عايز بمعيار، لازم تطلع معيار صحيح. بعد ما حطيت الربع كيلو السكر وحطيت المعلقتين الجوز الهند على نص كيلو الصميت وقلبهم. ام ماجد السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. ام ماجد السلام عليكم. انا عايز اعرف بس فكرنا باللحمه. حاضر، عينين عينين، تحت امرك يا فندم. بعد كده تحت امر، شكرا لاتصالك يا فندم، على عينينا. بعد كده البسبوسه بعد ما ضفنا عليها السكر وضفنا عليها جوزة الهند وقلبناها وركناها على جنب، بنضيف في حله لوحديها كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من العسل التقيل، العسل الجلوكوز او العسل يكون معمول عند حضرتك، بكوبايتين من السكر وكوبايه من الميه وعصير ليمونه، بنضيفها على نحطها على النار مع نص كوبايه السمن ونص كوبايه العسل، كوبايتين من الحليب، وبسخنهم على النار عندي يسخنوا. بعد كده بضيفهم على الصميت وجوزة الهند والسكر واقلبهم كويس، وانزلهم في الصينيه، وانزل بالصينيه اخبطها تخبطتين افرغ منها الهواء خالص، وادخلها الفرن في نص الفرن في الشبكه، تاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. لازم تختبروها اختبار صح، ممكن بالمقطع او بسكينه البسبوسه وهي بتستوي. بعد ما تاخد اللون من فوق بقطع منها قطعه صغيره واشوفها لو استوت مع حضرتك، بيبقى العسل بتاعها كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه على عصير الليمون، الشربات سخن والبسبوسه سخنه، وبقلب فانا وشفا. وقلنا الكنافه تاني، الكنافه عباره عن نص كيلو من الحليب متضاف عليه 3 معالق من الكاستر او المهلبيه، النشا لو عايزينها بالمهلبيه بالقشطه، ويتضاف عليها معلقه من القشطه، كوبايه من القشطه او الكريمه اللباني او الكريم النباتي اللي هو عالي الدهون، بتمن بسيط وسهل. بعد ما بياخد القوام المناسب والقوام التقيل، بعد كده بنعمل الكنافه، معلقتين من السكر البودره مع نص كيلو مع نص كوبايه من السمن، وبقلبها كويس مع بعضيها. عايزه حضرتك تحطيها في الفليزر تتحط نص ساعه بالظبط. بعد كده بفركها كويس، وباخد طبقه في الاول وانزل بالكاستر او بالمهلبيه، بعد كده بنزل بالطبقه الثانيه وادخلها المقادير قدام حضراتكم على الشاشه، وبدخلها الفرن تاخد الوش من فوق ومن تحت برضو بالشوايه. بعد كده بنعمل لها العسل بتاعها 3 كوبايات من السكر، كوبايتين من الميه، عصير الليمون، وبيكون العسل بارد ما يكونش سخن. ومقادير الحشوة بتاع البتنجان، فلفل احمر واخضر وبصله وخمس فصوص من الثوم، كوبايه من الخل والليمون، كوبايه من الخل والليمون مع الفلفل مع البصل مع معلقه من البابريكا مع الشطه، خلاص الطعميه طالعه، مع الشطه مع زيت لسه. ثلاثه خلاص. السلام عليكم استاذ محمد. نعم. الو السلام عليكم. استاذ معاك يا باشا. السلام عليكم استاذ محمد. الو السلام عليكم، شكرا لاتصالك يا فندم. والعجة تاني، خمس بيضات، 3 معالق من الدقيق، بصل، فلفل، خضرة، ربع معلقة من الكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم. وقدام حضراتكم على الشاشة قبل ما الطعمية تطلع يا عم جمال، الطعمية الجميلة بالريحة المصرية التمام، صح يا عم جمال، مع الجبنة كمان شكلناها بزيت الزيتون والكمون، الجبنة وشوية من الطماطم. عايزين تعملوها بالزيتون والفلفل بيبقى طعمها جميل جدا، والخيار. ونشكل السفره بتاعتنا زي ما انتم شايفين، سفره بسيطه وسهله بامكانيات بسيطه، طب مش هتطلع بامكانيات بسيطه وتكاليف بسيطه على قد ايدينا، فطار جميل او سحور لذيذ. اهم حاجه اللي عايز يسحر من ده، عشان مش هتقدر تقاوموه، لازم يسحر بدري شويه عشان السحور ده هيكون مفيش حد يعرف يقاوم معاه. وعملنا العيش الشامي معاه زي ما حضراتكم شايفين اهو، طلع بقى خلاص خلاص بقى 3 دقيقتين وادي الطعميه خلاص هتطلع اهي، مش هنعرف نطلعها، هتشيل طلع طلع عشان خلاص هنختم بقى الطعميه هتحمر. معلش بقى احنا مش هنعرف نخلي الطعميه عشان خلاص الوقت مع حضراتكم عدى. وشكرا لكل الناس اللي اتصلت بينا، وشكرا شكرا لكل الناس اللي اتصلت بينا، واحنا اسفين جدا للناس اللي ما عرفناش نجاوب على اسئلتهم. ان شاء الله يخشوا على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب. طلع يا واد طلع يا ولا. وشكرا للمساعدين الجمال محمد ناصر وفوزي اشرف، وشكرا لعم وليد المخرج الجميل وعم جمال
الطعميه طالعه، والاستاذ احمد عزوز والاستاذ سيد وكل الكاست صحه والجمال، احلى ناس واحلى واحلى اكل. والاستاذه ساره والاستاذه ماريهان وشكرا للاستاذ منصور ومصور الجميل، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.